السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما حرما. طبعا يا سيدنا الشيخ. ازيك يا سيدنا الافندي؟ سلامات يا شيخ مرسي. الله يسلمك يا حاج سلطان. قلت ايه بقى؟ هقول ايه يا شيخ مرسي؟ ما انت عاد حد يحط رجله في النار بخطره؟ دول ولاد ابو طاقيه متفرعنين قتالين قتله. اصل اللي خلاهم كده ان كل واحد بعيد عن التاني. لو الكل يساعد بعضه ما كانش حد يقدر يحكم ناحيته. عندك حق يا ابني. ان كان عليا انا اجي وياك من دلوقتي. لكن الاولاد والرجاله ما يرضوش كده ابدا. وعلى كل نحاول. يلا بينا. فين الرجالة يا عم مرسي؟ يا ست هودة، هو ده معقول؟ معقول إن حد يهوب عندنا هنا؟ أظن لو رحنا لعم رسلان اللي قلت لي عليه هنقدر نقنعه. يا جوز المرة دي أنا جاية معاكوا يا عم مرسي. اتفضلي. أنت مش قلت لي السكة طويلة وكلها مطبطة؟ هي طويلة خالص. اللي عايز يوصل لازم يستحمل يا عم مرسي. معاكي حق. أفتكر إنهم هيتعبونا أوي. هما فعلا هيتعبونا. أنا متأكدة لما أروح المرة دي هقدر أقنعهم. يا ريت يا ست هاد. أما نشوف يا عم مرسي. السكة كلها مطبطة يا عم مرسي. هيتعبونا يا عم مرسي. لازم الواحد يستحمل يا عم مرسي. أما نشوف يا عم مرسي. والله ما أنت فاهم حاجة يا عم مرسي. شوفوا يا رجالة، إذا تعاوننا كلنا وحطينا إيدينا في إيدين بعض، محدش هيقدر يقف قصادنا أبدا، وهنقدر نوقف رجالة أبو طايق عند حدهم، وهنقدر نزرع الأرض، ونجني ثمارها، ونعيش كلنا في أمان. أيوة إنما ما تأخذنيش، العمر غالي. إحنا خايفين على عيالنا. واحنا نحط راسنا في حالك السابع ليه؟ هي ارضنا. وانتوا برضو تقدروا تكلموا رجالتكم وتقنعوهم يجوا يشتغلوا ونعيش كلنا مع بعض. والله يا ست هانم لاجل وشك السمح نخدمك بعينينا، مش كده ولا ايه يما؟ يا ريت يا بنت ابوك يطولنا. انا اروح اكلمه. تعالى يا ست هانم. يلا يا بنت. يلا عليك النبي يابا، تقبل تروح مع الناس الامراء دول؟ ما هو بس يا بنتي انت طول عمرك فاهم يا رسلان وما بتخيبش امل اللي يقصدك، ودي حرمة وجسادتك. يعني فكرك كده؟ ايوه. روح على بركة الله. نروح من بكرة الصبح على بركة الله. انت اتجننت يا رسلان. يا راجل اعجل، دول ولاد ابو طاقية حلفين لا يجيبوا خبر اللي يعتبه. طب قسما بالله العلي العظيم لا نجيب خبر اللي يتعرض لنا منهم. هو احنا هنفضل لابسين الطرح لامتى؟ احنا رجالة بشنبات، وده محمد. ايوه يا رب. وانت عبد الله. من بكرة الصبح جهزوا نفسكم عشان نروح على بركة الله. انا متشكرة قوي يا عم رسلان، انتوا ناس طيبين. ده احنا نخدمك بعينينا يا ست هان. كتر خيركم. متشكرة. سلام عليكم.